الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عدى اكثر من 24 ساعه على مباراه المصري والاسماعيلي، ما لقيتش ولا اعلامي تناول الموضوع كما يجب أن يتم تناوله. جمهور النادي الأهلي لما حصل خناقة ما بين بعض الجماهير، يعني شباب مع بعض في المدرج، وارد جدا تعال انت هنا، لا انا مكاني هنا، لا مش عارف ايه، فحصل خناقة مش كبيرة، شباب مع بعض وخلاص، يعني بيشجعوا فريق واحد في نفس المدرج، وتلم الموضوع خلاص. خرج علينا الإعلام عن بكرة أبيه يطالب عدم حضور جماهير الأهلي للمباريات، وأن قد إيه جمهور الأهلي ده جمهور وحش، وأن قد إيه جمهور الأهلي ده يستاهل حاجات كتير مش عايز أقولها، والبعض طلب أن الأهلي ما يدخلوش جمهور تاني، لكن أن جمهورين يقطعوا بعض في المدرج وكان ممكن يحصل لا قدر الله وفيات، الكل بيسكت. طالما النادي الاهلي مش فيهم خلاص، كبر دماغك واسكت واعمل نفسك مش شايف، اعمل نفسك من بنها. هو ليه يا جماعه جمهور الاسماعيلي جمهور المصري راح له وحصل الخناقه دي، وليه جمهور الاسماعيلي خد البانر بتاع جمهور المصري؟ هل لان الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه؟ ها، هل لان الاهلي عشان عملوا كده في بعض عشان عايزين الاهلي يروح يلعب في الاسماعيليه؟ وارد جدا على فكره. يعني عشان كده انا بسال الاعلاميين او اشباه الاعلاميين، انتوا ليه ما تكلمتوش عن ازمه مباراه الاسماعيلي ومباراه المصري؟ وهل لو كان الاهلي طرف كنتوا هتسكتوا برضو ولا كنتوا هتتكلموا؟ جمهور الزمالك تحت شعار الشنطه فيها مصحف، طبعا عارفين كلكم فكرة الشنطة فيها مصحف، اللي هو افضل اشتمك، افضل اهاجمك، افضل انتقدك، ولما تفكر تيجي تضربني اقول لك ولا حاسب الشنطة فيها مصحف. ايه هتضرب؟ هتضرب الشنطة اللي فيها المصحف ولا ايه؟ عيب، حرام، استغفر ربنا يا اخي، لا عيب. جمهور الزمالك اللي مديون لطوب الارض، واللي يعني اكلوا اموال اليتامى، يعني عارف انت اكلي اموال اليتامى. جمهور الزمالك بيطالب محمود عبد المنعم كهربا ان يفي بالعهود والعقود، وان محمود عبد المنعم كهربا مش لازم يبقى خاين للامانه، بالرغم ان هم نادي الزمالك اللي اجوجو، فاكرين اجوجو يا جماعه؟ اجوجو ده مات وهو له مستحقات عند نادي الزمالك، وراح اشتكى الفيفا وهو له مستحقات عند نادي الزمالك، ولحد النهارده ولاده اليتامى مش عارفين ياخدوا فلوسهم من نادي الزمالك. بالمناسبه هاني زاده عضو مجلس اداره الزمالك السابق قال لك اي مبالغ عند الزمالك لصالح اجوجو انتهت تماما بعد رحيله من عالمنا اليوم. يعني الراجل عشان مات كلنا اموال اليتامى، الله اكبر. وشطار يطالبوا كهربا انه يفي بالعقود والعهود. طب ما تفوا انتوا بالعهود والعقود والمستحقات المالية لأيتام ويتامى الأخ جونيور أجوجو اللاعب الغاني. عايز أقول إن موقف صعب جدا هنواجهه خلال الفترة اللي جاية في صالة استاد القاهرة، البطولة العربية لكرة السلة اللي بننظمها وبتنظمها مصر، وانا اثق تماما ان غياب الجماهير ملوش علاقه بال
التجديد الامني او الكلام ده، لان البطوله في ارضنا في ملعبنا، لكن الجمهور هو اللي ما بقاش عنده شغف. الجمهور هو اللي ما بقاش عنده شغف. الجمهور خلاص قرف، قرف من الرياضه واللي بيحصل في الرياضه، والمسؤولين عن الالعاب والكره وكره القدم واليد والسله والطايره، بطوله بنستضيفها على ارضنا ومع هذا الجمهور قليل جدا جدا جدا. وزاره الشباب والرياضه واتحاد كره السله بقياده الاخ مجدي ابو فريخه واللجنه المنظمه عليهم شغل كبير جدا عشان نظهر بشكل قوي في المباراه النهائيه. هتبقى مشكله كبيره وهيبقى شكلنا وحش قوي. مصر اللي علمت الدنيا كل حاجه انها تستضيف بطوله مباراه نهائيه، والفريق الضيف اللي هو فريق ليبيا، منتخب ليبيا، جمهوره أكتر من جمهور مصر أم الدنيا. أتمنى من المسؤولين عن كرة السلة، عن الرياضة عموما، يحلوا مشكلة الجمهور. الجمهور ما كانش بيسيب ماتش في أي لعبة من الألعاب. لو هنلعب 7 طوبات الجمهور المصري موجود، والشغف كان موجود، والانتماءات كانت موجودة. لكن دلوقتي للأسف الشديد الشغف قل جدا. الشغف للرياضة وتشجيع المنتخبات قل جدا جدا بالنسبة للرياضة المصرية. طيب عايز أقول صلاح محسن اللي في وقت من الأوقات الأخ شلبوكة ملك الدرابوكة الله يسامحه قال لك صلاح تركي نكاية في النادي الاهلي، عشان السيد تركي آل الشيخ اللي جاب صلاح محسن كصفقة هدية للنادي الاهلي. صلاح محسن متمرد، صلاح محسن يقف في وجه وفي مصلحة وضد مصلحة النادي الاهلي. النادي الاهلي صلاح محسن الاهلي اداله بدل الفرصة 10، وبدل التعاقد 3 مرات، وبدل المدرب 3 مدربين، وفي كل مرة فشل فشلا ذريعا في إثبات نفسه. تحس إن الفلوس اللي جبناها بصلاح محسن دي كانت فلوس حرام، يعني لعيب ما استفدناش منه بأي حاجة أبدا أبدا. حتى لما دخلناه في صفقات تبادليه الصفقات كانت اسلحه مضروبه. صلاح محسن النادي الاهلي بيخلص صفقه عمر كمال عبد الواحد. النادي الاهلي طلب من صلاح محسن واتفق مع مودرن فيوتشر انه هياخدوا صلاح محسن سنه ونص اعاره وعشان ناخد عمر كمال. الاخ صلاح محسن رافض، قال لك كرامتي، عايزيني اروح اعاره؟ كرامتي لا تسمح. شكلي ومنظري، شكلك ومنظرك ايه؟ انت بقالك 4 5 سنين في النادي الاهلي ما شفناش منك حاجه، ما ادتنيش علامه ولا اماره تقول انك لعيب كوره اصلا. انت بتتنطط على ايه؟ انت شايف نفسك ليه حبتين؟ يعني انا اقول مثلا انت شايف نفسك وزعلان انك تخش في صفقة تبادلية لان ليه قيمة فنية بتقدمها في النادي؟ ايه قيمتك الفنية؟ صفر، ملكش اي قيمة فنية، خدت بدل الفرصة 100. وانا ما بحبش اللاعب اللي ما يعضش في الفرصة بايده واسنانه. في لعيبة كانت تتمنى ربع فرصة صلاح محسن، في لعيبه جت النادي الاهلي ما خدتش ربع الفرص اللي خدها صلاح محسن. ومع هذا الاخ صلاح محسن بيعاتبنا، بيتمرد على النادي الاهلي اللي اداله بدل الفرصه 10 و100، وبيعطل صفقه من اهم الصفقات لصالح النادي الاهلي. شفتوا يا جماعه القندوسي؟ القندوسي ده ولد محترم جدا.
اهم حاجه بالنسبه لي في اللاعب الاجنبي بالذات او اللاعب غير المصري انه يبقى عارف يعني ايه النادي الاهلي، يعني ايه قيمه النادي الاهلي. قندوسي اللي طلع في احد البرامج على قناه اون مع كابتن شوير تقريبا قال لك اي لاعب، اي لاعب في الدنيا يتمنى انه يلعب للنادي الاهلي. نادي لما تشوفه للوهله الاولى لازم تعرف انه فريق كبير. قال لما شفت الفريق في بطوله دوري ابطال افريقيا وشفت الفريق كبير قد ايه في الوقت ده، ما كنتش بشجع وانتمي غير لفريق وفاق سطيف. لكن بعد ما شفت النادي الاهلي وانهم كل سنه بيلعبوا كاس عالم انديه، وانهم كل سنه بيلعبوا على البطوله، وان في لعيبه بيلعبوا ولا يتوجون ببطولات مع الاهلي، انا اتوجت بدوري ابطال افريقيا والعديد من البطولات. اي حد يعدي من قدام بوابه الاهلي يكسب بطولات. بس هي دي قيمه النادي الاهلي، هي دي قيمه النادي الاهلي. فالقندوسي مش بيجامل، خلي بالك. قد يظن البعض للوهلة الأولى إن القندوسي يجامل جمهور النادي الأهلي أو بيحاول يكسب بونت عند جمهور النادي الأهلي، لا والله. القندوسي عارف قيمة النادي الأهلي وبيتكلم عن حب وثقة وتقدير للنادي الأهلي. كابتن أحمد شوبير بيتكلم عن وجهة الشناوي القادمة. كابتن أحمد شوبير رائد الإعلام المصري تكلم إن الاتحاد السعودي لكرة القدم مستعد يدفع أي تمن في محمد الشناوي. قلت لكم من كام يوم، الناس اللي متابعيني كويس على قناتي التانية وبتشرف بيهم دايماً، ان اتحاد جدة الجمهور هناك مولع الدنيا. جمهور الاتحاد يا جماعة بيضغطوا بشراسة بقوة على الادارة هناك، ادارة السيد انمار الحائلي. بعد الخسارة من الاهلي والخسائر المتتالية بيضغطوا هناك على الصفحات بتاعتهم، هاتوا الشناوي باي تمن، هاتوا حارس الاهلي وحارس مصر اللي تصدى لبنزيما في ضربة الجزاء، اللي تصدى للوكا مودريتش في ضربة الجزاء، اللي حول مسار مباراة الأهلي واتحاد جدة 180 درجة. مشوا مارسيلو جروهي الحارس البرازيلي وهاتوا الشناوي بأي تمن. عايز أقول لكم إن المبلغ اللي بيتكلموا فيه دلوقتي مبلغ رهيب. 8 مليون دولار ده مبلغ صعب جدا. 8 مليون دولار بسعر البنك بتتكلم في ربع مليار جنيه. ربع مليار جنيه يعني مش حاجة قليلة ابدا. النادي الاهلي اعتقد لو وصل العرض الرسمي زي الكلام ما بيتقال في الصحافة السعودية، الأهلي وارد جدا 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 يوافق على انتقال محمد الشناوي حارس مرمى مصر والنادي الأهلي في حال وصول العرض ب 8 مليون دولار لمحمد الشناوي. الراتب المؤكد بالنسبة لي انه وصل الشناوي عرض لجس النبض 3 مليون دولار راتب سنوي، يعني بتتكلم في 100 مليون جنيه للشناوي في السنة الواحدة. العقد هيبقى 3 سنين لمحمد الشناوي. صفقة هتكلف اتحاد جدة نص مليار جنيه، نص مليار جنيه. اتمنى النادي الاهلي ياخد القرار الصح سواء كان بالبيع او الابقاء على محمد الشناوي. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم.